زي ما قلت لحضراتكم، ومن ساعة بداية هذه التغطية هناك أنباء طبعا عن مؤتمر صحفي هيعقده المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة لأدت اليمين الدستورية النهاردة. ربما خلال هذا المؤتمر الصحفي يكون بالطبع حديث عن كيفية أو كواليس ما تم من خلال يعني الأداء اليميني الدستوري، اللقاء والاجتماع الذي تم مع الرئيس السيسي وما حدث من داخل هذا الاجتماع من تكليفات. على كل هناك تصريح للمهندس شريف إسماعيل، قال إن رئيس الحكومة الجديدة، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة تضمن عدة محاور، وإن المرحلة الحالية صعبة، قال بالنص ربنا قدرنا عليها، مشيرا إلى أن هناك استحقاق دستوري وهو الانتخابات، وسيتم العمل بكل شفافية ونزاهة وهو جزء أساسي من التكليف. ولفت في لقائه بمحرري مجلس الوزراء أن التعليم والصحة والنقل جميعها من ضمن أولويات الحكومة. تاني نقول التعليم والصحة والنقل، ولفت لأن الحكومة ستعمل على محورين هما المدى القصير واستراتيجية أخرى للمدى البعيد. سيتم التركيز على المشروعات الكبرى ده بشكل عام، وأيضا على المدى القصير المشروعات تحقق إنتاج. وعلى كل لو نلاحظ دي رؤية الرئيس السيسي منذ البداية، يعني منذ توليه كان بيشتغل على محورين. يمكن أبرز محور وأبرز مجال ظهر فيه الاستراتيجية دي إن حاجة في وقت بسيط وحاجة في وقت أوسع، اللي هو الخاص بالكهرباء. لما على مدى العام الماضي كان حوالي أربع ما يقارب من أربع محطات توليد للطاقة أو للكهرباء، دي كانت من ضمن الخطة للمدى القصير. خطة أخرى شغالين عليها أو شغال عليها الاستراتيجية الخاصة بوزارة الكهرباء لتوليد محطات، زي بنتكلم على مشروعات لتوليد الطاقة، بنتكلم على مثلا طاقة من محور قناة السويس، وطاقة أخرى من مشروع الضبعة البرنامج النووي. دي من ضمن تعد في خانة المشروعات اللي هي طويلة المدى. وده الجزء يعني اللي كتير من الناس بيشوفوا انه اتحقق نوع من التطور، انه رئاسة الوزراء بداية من رئاسة الوزراء وإلى كل وزير لم يعد الأمر توقف على شخص أو فلان أو سين أو صاد أو عين بعينه. هناك برنامج صحيح هذا البرنامج بيشرف عليه رئيس ذات نفسه، لا خطة عمل الحكومة بشكل عام، برنامج يختص بالمشروعات القومية اللي تحدث على الأرض نقلة نوعية، تغيير المشهد بالنسبة للناس، في طرق، في مشروعات قومية، في زراعة، في استصلاح أرض، ده بيشرف عليها. وده اللي خلى، ده الحقيقي اللي خلى المشروعات أو اللي خلى الصورة تتغير بالنسبة لبعض المصريين، أو إذا ما اتغيرتش شوفوا فعلا في أمل في البلد وفي تواجدهم، وفي أمل تحقيق خير من وراء العمل داخل البلد. إنه بعض المشروعات دي إذا بيشرف عليها الرئيس السيسي فجعل خطة مستمرة لهذه الوزارة. خطة مستمرة سواء تغير الوزير أو تغير رئيس الوزراء، فبالتالي الخطة مستمرة. معايا على التليفون الأستاذ مختار شعيب نائب رئيس تحرير الأهرام. تحياتي سيد مختار، وبعد صباح الخير. يعني هل نتفائل بهذا يعني بهذه الحكومة والشكل الجديد لهذه الحكومة، بالرغم أنها زمنيا معروف وقتها لحد إمتى تنتهي؟ صباح الخير أولا، وأهلا وسهلا بحضرتك. ثانيا، هذه الحكومة بكل تأكيد هي حكومة سوف تستكمل جدول أعمال الحكومة السابقة، يعني لا يوجد جديد فيما يتعلق بأداء الحكومة، فقط قد يكون الإيقاع أسرع يعني قليلا عن الحكومة السابقة فيما يتعلق بالوزارات الخدمية تحديدا. أما فيما يتعلق بالمشروعات القومية الكبرى فهي كما تعلم حضرتك يعني تتبع مباشرة الرئيس السيسي وجزء من مشروعه صحيح. الرئاسي خلال السنوات الماضية والمستقبلية، وبالتالي سواء كان الموضوع متعلق بموضوع التنمية في محور قناة السويس أو موضوع المليون ونص فدان أو غيره من المشروعات، الحكومة الجديدة مكلفة بشكل أساسي بهدفين أساسيين. الهدف الأول هو إخراج الانتخابات المقبلة بشكل يليق بمصر ويحقق مساحة العملية الانتخابية وبشكل عادل، سواء فيما يتعلق بالمرشحين المستقلين أو المرشحين الحزبيين. أما فيما يتعلق
الملف الثاني فهو ملف الأداء المتعلق بالمشروعات الخدمية خلال هذه المرحلة الانتقالية، هي 3 شهور، ودفع وضخ دماء جديدة في المشروعات الموجودة، سواء كانت هذه المشروعات متعلقة بالاستثمار الصناعي، مسألة السياحة، موضوعات متعلقة بالخدمات اليومية للمواطنين، الطاقة، المواد البترولية، الطرق، مشروع الطرق الكبير الذي تقوم به الحكومة وتنفذه حاليا في مختلف محافظات الجمهورية. وبالتالي هذه أولويات الحكومة الحالية. هذه الحكومة الحقيقة لن تقيم مشروعات جديدة، لن تستطيع باعتبار انه مدتها 3 شهور فقط، صحيح. لن تستطيع يعني وضع استراتيجيات طويلة الأمد، لكن هي استراتيجيتها في حدود 3 أشهر، يعني المدى الزمني القصير. طبعا هذه بين قوسين انا بسميها حكومه تسيير اعمال، حكومه تسيير اعمال الحقيقه، وليست حكومه افعال، وليست حكومة يعني انا عايز اقول بس 16 وزير اللي جم هينفذوا حاجات لم ينفذها من كانوا في المنصب، الوزراء السابقين. عايز اقول حاجه مهمه بس عشان الناس كتير للاسف بالزبط. يعني عندنا في ثقافتنا عندنا الامور متعلقه بشخص رئيس الجمهوريه او بشخص رئيس الوزراء او بشخص الوزير. احنا في مصر دوله مؤسسات. يعني ايه دوله مؤسسات؟ يعني لو في وزاره حاطه وضع خطه زي وزاره التموين مثلا في البضائع والخدمات المواطنين، او وزاره البترول وضع خطه في استكشافات البتروليه، هذه الخطه طويله الامد، كأي وزير بيجي بيستلم هذه الحقيقة بما فيها، بيضيف بعض الأشياء، بيسرع أشياء أخرى، لكن الخطة بيضعها الفنيين وبيضعها المختصين في الوزارات ووكلاء الوزارات ومدير العموم. وبالتالي الوزير لا يعمل بمفرده، يعني عشان بس الأمور ما نحملهاش أكتر مما تحتمل. يعني ما فيش وزير في مصر بشكل عام هو اللي بيشتغل وباقي الوزارة ما بتشتغلش، الكلام ده غير حقيقي. الوزير بيأتي عنده نقاط عامة وسياسة عامة، بس من ينفذ هذا الأمر هم الفنيون في الوزارة، المختصون، الخبراء ومديري العموم وكلاء الوزارة، رؤساء القطاعات، وهؤلاء دائمين في كل الوزارات السابقة، يعني باعتبار مناصبهم لا تلغى ولا يتم تغييرها، لأن جزء من الهيكل الإداري للدولة لهم يعني طرق معينة في الترقية والحصول على هذه المناصب. يذهب وزير، يأتي وزير آخر غيره. الهياكل الوزارية الحكومية، دولاب الدولة نفسه يعمل، سواء كان هذا الوزير مستمر. والله يعني احنا كلنا كمصريين نتمنى ان يكون هو ده الطريق، هو ده الطريق، مش انه يكون في تغيير شخص. لا، ما بيحصلش تغيير كبير في اداء الوزارات، عشان حتى لو يعني لا، ما فيش تغيير كبير حصل في حكومه محلب عن حكومه البلاوي قبلها ولا غيره. هو الفكره الاساسيه انه دولاب الدوله يا اما يتسرع شويه قوي، لان الوزير مثلا عايز ايقاع اسرع، او دولاب الدوله يبقى بطيء. دولاب الدوله في عهد البلاوي كان بطيء جدا، في عهد محلب خد قفزه شويه، لانه محلب كان راجل ميداني وكان بيشتغل في الشارع وكان عنده اداء كويس، لكن بعض الوزراء كان ادائهم سيء. فبالتالي الحكومه فيما يتعلق بالخدمات العامه والاسعار وارتفاع سعر الدولار وتضخم الحاصل في السوق المصري، ده نتيجه اخطاء في الملف الاقتصادي. وزراء المجموعه الاقتصاديه الحقيقه كان عندهم اخطاء جباره، بس وزراء المجموعه الاقتصاديه بقوا فيما عدا وزير التجاره بالظبط والصناعه. بالظبط. وبالتالي انت عند حضرتك الوزير اتغير والباقي باقي، بس هي المشكله فين؟ المشكله انه هذه المجموعه نفسها ايضا ادائها لن يتغير، سواء اللي باقوا حتى الوزير الجديد. ليه بقى؟ لانه دولاب الدوله نفسه وطبيعه تحرك دولاب الدوله المصريه هو يتسم بالبوط والروتين والبيروقراطيه والنظام اللائحي، وبالتالي انت معلش احنا عايزين نقول ان مهمه البرلمان المقبل ثقيله جدا، لانه هيعيد هندسه الدوله المصريه تشريعيا. يعني ايه تشريعيا؟ يعني عندك قوانين بتعرقل حركه واداء الوزراء، عندك قوانين بتعرقل حركه واداء الوزارات المختلفه والهيئات المختلفه في الدوله، وتجعل مثلا موضوع الاستثمار يمر ببطء، موضوع الاصلاح الاداري يمر ببطء. لماذا؟ لانه اللائحه بتقول كذا، او لانه القانون بيقول كذا. هذه القوانين موروثه منذ عشرينات القرن الماضي، يعني وبعضها في الثلاثينات وبعضها في الاربعينات وبعضها من السبعينات، وبالتالي لا تصلح لاداء سريع ينقل الدوله المصريه نقله كبيره جدا زي حصل في سنغافوره
او ماليزيا او تركيا او حتى هونج كونج، عندك كوريا الجنوبيه. بالتالي انت اعاده هندسه الدوله المصريه تشريعيا بتشريعات جديده يتطلب تغيير 6630 تشريع. مين هيعمل ده؟ البرلمان المقبل. المشكله الاساسيه انه هل البرلمان المقبل هتبقى فيه نخبه لديها رؤى سياسيه، لديها رؤى تشريعيه، يعني عندها تستطيع ترجمه الدستور الجديد في تشريعات تحرك الدوله المصريه على المسار الاقتصادي والمسار السياسي خطوتين لقدام الدول المتقدمه؟ اعتقد انه البرلمان المقبل للاسف الشديد لن يحقق هذا المطلب، لانه انا من خلال دراستي البسيطه له برلمان فسيفسائي قد يؤدي الى مزيد من الاحباطات عشان الغلبة الفرد. طب خلينا البرلمان، وقت البرلمان، واحنا عندنا برنامج يومي موعد مع البرلمان كل يوم، نتمنى ان تشرفنا يوم استاذ مختار. لكن خليني دلوقتي اسال اي وزير، يعني حتى وزير مع اعاده تكليفه سواء بقي في الوزارة أو وزير دخل أو وزيرة دخل الوزارة جديد، إيه الرسالة اللي بيشعر بيها؟ طبعا بـ 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 مع إبهار المنصب إلى آخره، الرسالة اللي بتصله من الجمهور العادي، الرسالة النهاردة اللي ممكن يقولها له الإعلام؟ والله يا فندم الجمهور العادي اللي الإعلام بيعبر عنه هيقول له رسالتين أساسيتين. الرسالة الأولى، أرجوك تحاول في أسرع وقت ممكن تحل الملفات المتعلقة بالمواطنين، سواء كان مثلا وزير تجارة ولا وزير صناعة. وزير الصناعة عندك 1000 مصنع متوقف، حاول تعمل سياسات سريعة خلال الثلاث شهور على الأقل تشغل لي 500 مصنع ناس. يعني إيه تشغل لي 500 مصنع؟ يعني هتشغل لي ناس قاعدة في البيوت عايزة تشتغل، عايزة فرصة عمل، ده مطلب جماهيري أكيد مفيش كلام. وزير الزراعة الجديد، أنا بقول لك حاول تسرع في أداء الخاص بالمليون ونص فدان. انا اللي مش بقول، المواطن العادي هو اللي بيقول. ليه بقى؟ عشان عايز اشغل عندنا 60% من السكان تحت سن 40 سنه. الله يكرمك، فعندك حضرتك 60% من السكان تحت سن 40 سنه. يعني كل بيت فيه على الاقل 2 او 1 او شاب عايز فرصه عمل. طب ما كنتش انت سرعت في المشروعات الموجوده وصلحت المشروعات الموجوده وخليت الايقاع سريع شويه عشان تستوعب الناس دي، وبالتالي تشعر الاسره المصريه اللي بدها اشتغل وبالتالي عنده فرصه عمل وبالتالي عنده دخل وبالتالي يستطيع ان يدفع قسط الشقه وبالتالي يستطيع ان يبني بيت جديد وبالتالي اسره مصريه جديده تولد وبالتالي هذا الشاب يستطيع ان يتزوج فنقضي على مشكله العنوسه. يعني عارف حضرتك فرص العمل مدخل اساسي لحل كل المشكلات. اول رساله، اول حاجه اتكلم عليها شريف اسماعيل. ثاني حاجه، اتفضل يا فندم. ثاني حاجه هي ايها الوزير، حاول ان تتبع سياسات وقائيه ضد امرين. الامر الاول الفساد، اثنين ان تساهم بوزارتك في التضخم وبالتالي زادت الاسعار. يعني انت حاول الفساد دي اول حاجه اتكلم فيها الشريف اسماعيل، يعني المهندس شريف اسماعيل اول حاجه اتكلم فيها النهارده. احنا عندنا مشكله يا فندم، ناس كتير مش واخده بالها ان الفساد في مصر مقنن بلائحه. يعني عندك كتير بنقول الفساد مش الاخوان عشان الناس ما تقعدش تقول. لا انا بتكلم عن الفساد. الفساد مقنن باللوائح. ليه؟ يعني ايه مقنن باللوائح؟ يعني تلاقي وزاره فيها 50 لجنة، فتلاقي مثلا المدير العام ومش عارف مين موجود في 30 40 لجنة. وبدل اللجان دي أدائها إيه؟ كلها فلوس، وبالتالي بتنهب المال العام من خلال هذه اللجان. طب هتحاكم ده إزاي؟ ده اللائحة بتديله والقانون بيديله، بالتالي لازم أصلح البنية التشريعية. زائد بقى فساد آخر، إنه بيدي سلطات للمحليات وناس معينة في الهيئات الحكومية إنه يعطل مصالح المواطنين، وبالتالي يفتح الدرج من تحت تدفع له يمشي لك مصلحتك في السجل المدني، في وزارة الزراعة، في الكهرباء، في البترول، في الطرق، في كل المصالح الحكومية. طب انا امنع ده ازاي؟ امنع ان انا افعل الهيئات الرقابية. فانا بقول لشريف اسماعيل، مش انا بقول كل المواطنين، اعتقد لسان حال كل المواطنين، امنع الفساد. بس نمنع الفساد ازاي؟ ده دور شريف اسماعيل وحكومته انه يفعل دور الاجهزة الرقابية، وبالتالي اقلل شوية من الفساد واكبح الفساد، اعمل اجنده اصلاح تشريعي جديده بحيث اقلل للجهاز الاداري في المحليات. صح، للجهاز الاداري والمحليات. صح صح طبعا يا فندم، ما فيش كلام في الموضوع، لان هو انت يعني المواطن بيقول رساله، بس على المسؤول ان يلتقط هذه الرساله ويترجمها الى اليات ووسائل عمل. وهذا هو المطلوب من هذه الحكومه. ان فعلت هذه الحكومه
هذا الانجاز خلال الثلاث شهور انها تقلل التضخم على الاقل، تزود فرص العمل، تشغل المشروعات المتوقفه، اعتقد بشكل يعني كبير جدا انه بعض الذين سوف ينجحون في هذا الاداء قد يعني يتم ايكال لهم مهام اخرى في وزارات مستقبليه ما بعد الانتخابات البرلمانيه، لانه الشخص الناجح اكيد كل الناس هتطالب باستمراره في وزارته، اما الشخص الذي سوف يؤدي الى اداء اضعف وامور يعني اعتقد انها سوف تزود الازمه، على اعتبار انه موجود ثلاث شهور يا عمي مش مشكله، انا موجود ثلاث شهور تسيير اعمال منصب وزير سابق بقى بمنطق الاحباط، فاعتقد انه مش هيكون له مستقبل سياسي في مصر. زي كتير من يعني على سيره الانتخابات، كتير من المرشحين داخلين دلوقتي، داخلين بعض منهم يعني عشان ممكن يخسر الانتخابات بس يقول اديني هحصل على منصب او لقب مرشح سابق يعني. بالظبط في حاجات كده. حضرتك عندك 5955 مرشح تقريبا انا عامل دراسه ان شاء الله تنزل في نظام قريب عن نوعيه هؤلاء المرشحين، كارثه كبيره جدا. في حوالي 2500 مرشح ما لهمش وزن سياسي ولا وجود في الشارع، بس او يقول لك انا هنزل وخلاص الانتخابات، حتى ما عندوش قدرات ماليه يقدر يصرفها في العمليه الانتخابيه، هو فقط عايز ياخد اللقب ان هو نزل مرشح العمليه الانتخابيه وانه مرشح سابق في البرلمان. انا بشكرك جزيلا سيد مختار شعيب نائب رئيس تحرير الاهرام، شكرا جزيلا يا فندم. خليني اقول لحضراتكم بس انه اول تصريح كان لشريف اسماعيل، مهندس شريف اسماعيل رئيس الحكومه، في اول تصريحاته عقب حلف اليمين قال تعليقا على، طبعا اتكلم على الفساد وتكلفات الحكومه، اتكلم على كمان ذات سد النهضه، قال ان المهم بالنسبه لينا هو الا تتاثر حصه مصر من المياه والا يتاثر الاقتصاد المصري. وعن اختيار الوزراء قال مهندس شريف اسماعيل ان اختياره لهم جاء على اسس الكفاءه والنزاهه والعمل والسرعه في الاداء، خاصة أن مصر في مرحلة حرجة، وأكد الحكومة لا تملك عصا سريعة والحلول تحتاج إلى وقت في عدد من الأزمات والمشاكل، موضحا أن الاقتصاد المصري يحتاج لموازنة عامة قوية وطويلة المدى، موضحا أن هناك عجزا في الموازنة وعلينا التعامل مع مشاكلنا القائمة، وأشار إلى أن التواصل مع المواطن المصري هام للغاية، وهذا التواصل يتمثل في اتخاذ الإجراءات اللي تحقق المصلحة للمواطن المصري. كلام جيد، كلام ممتاز، كلام يعني ينم عن اهتمام المواطن المصري أو إلى آخر بيعطي إجرائيا تنفيذا للتكليفات اللي اتكلم عليها رئيس سيسي من وقت ما تم تكليف شريف اسماعيل بتشكيل حكومة، زي ما الرئيس سيسي وطلعت في بيانات كثيرة جدا على لسان حتى شريف اسماعيل انه المواطن ثم المواطن ثم القضايا اللي بتمس المواطنين وتحسين المعيشه. بيتكلم شريف اسماعيل يعني بعد تكليفه عن الاجتماع اللي تم مع السيسي، وان الاجتماع ده تم التاكيد عليه على التكليفات اللي تمت من الرئيس السيسي، وكذلك موضوع الفساد ومحاربه الفساد ايا كان، وانه بيتكلم كمان على تصحيح في الاجراءات التشريعيه الخاصه بالهيكل الاداري للدوله حتى تخفيف المعاناه على الناس وسيوله الاجراءات، واتكلم كمان عن سد النهضه، وقال كمان انه يعني مش هيكون هناك طالما انه لا يؤثر على الاقتصاد المصري وعلى حصه مصر فبالتالي لا يمثل ضرر لينا. كمان اتكلم على نقطه مهمه جدا خاصه بالتشريعات والتعديلات، وانه جزء كبير جدا من الشغل اللي ممكن تعمل الحكومه هيحتاج الى وقت ويحتاج الى حلول. طبعا كل الامر ده ممكن كل المصريين يقبلوه، هذه الحكومه بتاتي في وقت حرج، وقت صعب زي ما قال شريف اسماعيل، محكوم عليها بثلاث شهور ونص تواجدها بصفه دستوريه، لكن طبعا من يجيد سيستمر في منصبه او من يؤدي المهام المكفوله لي والتكليفات الجيده دي منوطه طبعا بتقدم او باستحسان المصريين، زي ما خير دليل وهو شريف اسماعيل ذات نفسه لما كان في وزاره ابراهيم محلب
واستمر، حتى شريف اسماعيل استمر يعد من اقدم، كان يعد من اقدم الوزراء الموجودين في الوزاره، لانه تولى حقيبه البترول من وقت حازم الببلاوي بعد 30 يونيو، وكان واستمر في حازم البلاوي ومحلب الاولى والثانيه، والى ان تم تكليفه واصبح الحالي اصبح الان هو رئيس الوزراء. طبعا تغطيتنا استمرت مع او يعني استمرت كل هذا الوقت وانتهت الان، وبعد قليل احنا في انتظار ربما يكون مؤتمر صحفي إلى يعلن من خلاله هذا الكلام اللي لخصه حضراتكم اللي قاله رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، ومن خلال هذا المؤتمر يكون إعلان لخريطة مستقبل عمل الوزارة خلال الفترة القادمة بالتكليفات اللي تم أخذها من الرئيس السيسي اليوم. نترككم الآن يعني لانتهاء هذه التغطية، وبعد قليل نلتقي مع نشرة إخبارية تفصيلية تجمل كل أحداث هذا اليوم وكل هذه التصريحات. شكرا لكم، إلى اللقاء.